لتسليط الضوء أكثر على الانتخابات المبكرة المفترض إقامتها بعد أشهر والمشاكل التي تكتنفها ومخاوف تزويرها، ينضم إلينا الأستاذ مكي النزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبر الهاتف من عمان. أستاذ مكي النزال، بداية مرحبا بك. مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة يتنامى الصراع بين شركاء العملية السياسية. بداية، يعني لماذا تسعى بعض الكتل إلى عرقلة إجراء هذه الانتخابات برأيك؟ الوضع اليوم في العراق أسوأ من يوم الانتخابات السابقة. وفي الانتخابات السابقة نذكر أن نسبة المشاركة كانت 18%، والآن ربما بسبب ثورة تشرين وما نتج عنها من وعي وطني سوف تكون نسبة أقل. هنا يكون الصوت الواحد محسوبا، ربما يفوز بمقعد في البرلمان من يحوز على 100 صوت حقيقية، وأقول حقيقية لأن الأصوات المزورة ستكون أضعاف كثيرة للأعداد الحقيقية. هؤلاء يفضلون طبعا أن يبقوا في السلطة على ما هي، هم الآن في السلطة يريدون أن يبقوا على كراسيهم في البرلمان والحكومة، ما يسمى النظام، وهذا طبعا يفيدهم، هم مرتاحون، يسلبون أموال العراق. فلماذا الانتخابات؟ يعني هي دكتاتورية متعددة الشخوص متفقة على نظام محاصصة وطائفية وما نعرف من مساوئ هذا النظام، فلماذا يغيرون في الانتخابات؟ يعني الأفضل لهم أن تبقى الأمور كما هي الآن. يعني بالأساس يعني الشعب هو رافض بالأساس من خلال الثورة، ثورة تشرين وتظاهرات، رافض النظام القائم على المحاصصة الطائفية ورافض للعملية السياسية. إلى أي مدى تعتقد أستاذ مكي أن الإجراءات المنظمة للانتخابات يمكن أن تفرز يعني كتلة سياسية تعبر عن الشارع العراقي؟ أنا أرى ذلك مستحيلا، مع أني على اتصال مع أناس طيبين يوهمون أنفسهم أنهم سوف يغيرون وسوف يفعلون، وقلت لهم أنهم سوف لن ينجحوا بسبب سمعتهم الطيبة. الإنسان الذي يحاول التغيير اليوم من الداخل سيواجه، يعني هو لن يشكل أكثر من 1% إذا حالفه الحظ وواتته الظروف وفاز، و99% سيكونون ضده، ولو أني لا أؤمن أن حتى هذا 1% سيفوز بدون أن يتحالف، دون أن يتخالف مع ما يسمى الكتل الكبيرة. والكتل الكبيرة اعترفت هي بأنفسهم، يعني متحدثون عنهم ورؤساء كتل قالوا أنهم فاسدون وأن الوضع لن يصلح إلا بإزالته. يعني هذه الانتخابات هي مهزلة جديدة. أتذكر مقالا كتبته قبل أول انتخابات وأسميتها انتحابات، وتوقعت كل ما جاء من سوء في الفترة من 2004 إلى اليوم، واليوم هو نفس البارحة ونفس قبل 17 عام، بل لكون الشعب العراقي صار أكثر واعي، شعب واعي وصار أكثر واعي من خلال ثورة تشرين المباركة. كيف لهم يعني كيف يمكن يعني الإقناع بحسب تيار الحكمة؟ فإن مزادا بين الكتل السياسية لشراء المرشحين مضموني الفوز بدأ بالفعل. كيف يمكن أستاذ نزال لمرشح يبيع أصواته لناخبيه لمن يدفع أكثر أن يخدم هؤلاء الناخبين أو يرعى مصالحهم؟ صدقني هذه كلها بروباغندا فيما بينهم، هم يعرفون أن هذا الشخص طيب السمعة حتى وأن انتخبه 100,000 من مواطنيه أو أفراد عشيرته أو الناس مقتنعين به، سوف تكون هذه 100,000 1,001 أو 100 ربما بالتزوير، وسوف تحال أصواته إلى كتلة ما. ولكن إن صح وفاز هذا
الرجل أو المرأة، فهذا لن يشفع له في البرلمان. يعني أنا متشائم أصلا من موضوع فوز، لأن جربوا في المنطقة السابقة في مدينة الفلوجة وأطرافها، وجاءوا بوجوه جديدة محبوبة، أبناء شيوخ شباب طيبون جاءوا بهم ولم يفوزوا بخمسة أصوات أو عشرة. هو واثق من أنه حاز على أصوات أكثر من هذه ولكنها سرقت. أي انتخابات في رأيي، أي انتخابات ليست مزورة سوف تحرق صناديقها، كما قال المالكي بنفسه، سوف تحرق صناديقها وسوف تزور البايومترية وكل ذلك، ولن تقوم لمرشح نظيف قائمة أبدا. ماذا لو حصلت هذه الانتخابات تحت إشراف دولي؟ الإشراف الدولي مرفوض، هم يقولون مراقبة، المراقب يأتي ويكتب ملاحظات ويمضي، وهم يحاربون موضوع الإشراف الدولي. ومع ذلك الإشراف الدولي لن يأتوا بقديسين، سيأتون بمثل ممثلة الأمم المتحدة في بغداد والموظفين العرب والأجانب العاملين والعراقيين العاملين معها، وسوف تملأ الجيوب وتمر الانتخابات مزورة كما هو مخطط لها. شكرا جزيلا لكم أستاذ مكي النزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.